اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم وحش التوفير على قناتكم المحبوبه قناه ست البيت. النهارده هنعمل بطاطس عباره عن سمسم مع كاري. ده اللي هنشوفه لما نقول مقاديرنا في اثناء الحلقه. هنقول الطريقه وطريقه العمايل بتاعتها ازاي. معايا كيلو بطاطس مسلوقه، عندي سمسم نص تحميصه بشناي، وعندي كاري، وعندي زبده. وعلى بركه الله نبدا نشوف هنعمل ايه. هنجيب بوله كبيره زي دي كده، بجيب البطاطس بقطعها بطريقه عاديه خالص اهي، من غير بلانشه ومن غير اي حاجه كده. عشان اعرف اتحكم فيها وانا بهرسها. طريقتها سهله وجميله، وعملنا لحضراتكم طرق متعدده في البطاطس، كذا شكل وكذا طريقه للتسويه، وفي الاخر هي المكونات، ما فيش اي مشاكل عندنا، حاجه موجوده في البيت. حتى الكاري بقى سهل تناوله دلوقتي، موجود في اي مكان. جيب شوكه ببدا اخدها كده مع بعض بالطريقه دي، ببدا اهرسها. طبعا في البيت بقى مش هنمسك شوكه ولا حاجه، ممكن برضو بايدينا هتبقى اسرع، في نفس الوقت هنتحكم فيها اكتر كده. ناخد البطاطس مع بعض كده، بحاول ان انا اخليها كلها تبقى مع بعض متجانسة عشان اعرف اشوف انا هعملها بشكل ايه، سواء عبارة عن كور او صوابع، حسب الشكل اللي احنا عايزه. ادي الملح ولو عندي فلفل ابيض برضو بنجرب الطريقه دي، وبحط السمسم بتاعي مش كله كده، وادي الكاري حوالي 3 معالق كاري برضو مستكفى بيهم كده. خلي السمسم دوت، طبعا الريحه والطعم جميل، وبنزل بحوالي معلقتين زبده كده. ببدأ أدخل كل المكونات مع بعض. تغيير يا جماعة هو حاجة لذيذة، واختلاف في الطعم. ادي مع الزبدة مع الكاري مع السمسم، هنشوف عاملة ازاي. واخد الملح بتاعها، فلفل أبيض، لو عايز أحط سنة شطة ما عنديش اي مشاكل اهي. احنا اللي بنحط الحاجة واحنا اللي بنشوف طعمها، ما بنزودش عشان برضو لو ايه في حد ما بيحبش حاجة حامية يعني. نفس الطريقة دي كده ببدأ ادخل كل المكونات مع بعض. طبعا وانا بعمل دي بجهز الزيت بتاعي على حلة صغيرة، حتى مش مشكلة عندي، او طاسة حسب المتاح براحتنا كده اهو. وبجيب الزيت نفس الطريقة دي كده، ممكن اولع عليه برضو، مش عايز اعلي النار بحيث ان احنا اخدنا وقتنا. عملنا البطاطس بتاعتنا. كده. طبعا حضراتكم عارفين ان انا بحب اشتغل بايدي، ما
من غير بقى شوكة ومن غير ايه اي حاجة، بس بقول برضو ايه يعني يعني مش في كل الاوقات كده كده هندخل ايدينا جواها عشان نعرف نتحكم فيها ونكورها زي ما احنا عايزين، نعمل اي شكل احنا عايزين كده. نفس القصه طبعا هنسيب دي خالص، ممكن اجيب البلانشه دي اخليها جنبي، هرص عليها البطاطس، ببدا اعجنها كده يا جماعه شايفين بالطريقه دي، عايزها تبقى ناعمة خالص. ممكن اقابل حتت بطاطس مثلا بعد السليق بتبقى في قلب البطاطس من جوه لسه ما استوتش، فبرضه بدخلها مع الحاجه كده. يبقى انا ايدي اهي شايفين عامله ازاي، نفس الطريقه دي كده كانها عجينه بالظبط. ببدا اجيبها كده اهو شايفين، حاجه بسيطه وجميله، هنشوفها لما تتقلى هتبقى عامله ازاي. بنحاول واحنا بنعمل اي حاجه بنبقى ايه نحافظ على الحجم مع بعض، يبقى جميل سواء في عيش سواء في بطاطس في اي حاجه، حتى لو بنعمل كفته ماشي بيبقى الاحجام مع بعض كويسه. هي دي الطريقه، ما كلفتناش حاجه، عندنا الزبده عندنا السمسم وادي الكاري مفيش اي مشكله. طبعا احنا الزيت موطين عليه عشان خاطر لسه برضو ما سخنش، عشان نبدا نشوف هنحمرها ازاي. تعمل طبق جميل، كمية كويس كيلو هيعمل معايا طبق جميل. طبعا انتوا عارفين الواحد بيحاول ان هو ايه يبقى الكمية بتبقى على قد التانية بكتر العمايل، زي ما مثلا هنعمل قرص هنعمل طعمية بنبدأ نعمل الحجم يبقى كله زي بعض، ما تبقاش حاجة كبيرة وحاجة قليلة. طريقتها جميلة، لو عايز اعمل شوية بقى تانيين مثلا مبططين كده اهو، باخد برضو نفس العجينة هي هي او نفس البطاطس هي هي بنعملها. كده نشوف الزيت بتاعنا، لسه حطينا قطعة كده تجربة. ادي كمية واحدة اهو بدأت تسخن، ادي كده بسم الله، ونبدا ننزل بالبطاطس بتاعتنا بالطريقه دي. Thank you.
طبعا بنقليها. يعني احنا اللي ما شافش الحلقه من اولها يا جماعه، البطاطس ديت ما خدتش مننا حاجه، بطاطس مسلوقه عملناها بكاري وعملناها بسمسم وفلفل ابيض وسنه شطه وشويه الملح وقلبناهم مع بعض مع 3 معالق زبده. ادي هي دي البطاطس في الزيت اهي بتتقلى، ما فيش اي مشكله عندنا. ايه راي حضراتكم وهي بتتقلى كده؟ نطلع فاصل وتكون اتحمرت ونوريها لكم بعد الفصل.